السلام عليكم افرجت النيابه العامه بالمحكمه الابتدائيه بتاونات مساء امس الخميس عن مرضعه الكلاب بعدما تم استنطاقها والتحقيق معها بخصوص فضيحتها التي تفجرت اثر تداول فيديو مدته اربع دقائق على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظه ارضاعها لكلاب صغيره واعترفت المتهمه اثناء مرحله التحقيق انها تقوم بارضاع صغار كلبتها رافه ورحمه بهم مشيره الى انها نشرت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لتذكير الناس بفعل الخير والتعامل مع خلق الله واكدت مرضعه الكلاب انها ستقوم بحذف جميع مقاطع الفيديو التي توثق لحظه ارضاعها للجراء مضيفه الى انها لا تفقه شيئا في القانون وهو الامر الذي دفعها الى نشر فيديوهاتها على حسابها الشخصي وكانت عناصر الدرك الملكي قد استمعت وسط الاسبوع الماضي لسيدة ظهرت في فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بإرضاع صغار كلبة من فصيلة المالينوا بأحد الدواوير التابعة لجماعة تافرانت وأمرت النيابة العامة المختصة العناصر الأمنية بمركز الورتزاج بالتوجه لمنزل المعنية بالأمر والتحقيق معها بخصوص الفيديو المزعوم فيما أمر المسؤول الأول على الدرك الملكي بالمنطقة عناصره بإعداد تقرير مفصل في الواقعة من باب الإخبار والتوضيح إلى حين التوصل بقرار رسمي وقانوني من النيابة العامة. إلى هنا ينتهي خبر اليوم، شكراً للمشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. مع السلامة.